السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم وسام من أيهم فيوتشر، والمحطة بتاعتنا هتتكلم على السمارت هوم. السمارت هوم بالنسبة لنا من المجالات المهمة جدا دلوقتي كتكنولوجي، وفوائدها كتيرة جدا في بيوتنا أو في مكاتبنا أو في كل البيلدينجز حوالينا إن جنرال. كلامنا هيغطي السمارت هوم الإيكو سيستمز أو المجالات اللي في السمارت هوم اللي بتخلينا نشتغل من براندات كتيرة مع بعض، زي كين إكس، زي زويف، زي الحاجات اللي زي كده. هنتكلم على الحاجات الوايرد، محتاجه كابلات وتاسيس وانفراستراكشر، والحاجات الوايرلس. هنتكلم على التكنولوجي ان جنرال، وهنتكلم على الاجهزه اللي عايز تركبها. اول حاجه هدفنا الناس اللي شايفه الموضوع كهوايه وعايزه تركب بيتها، تخلي بيتها سمارت هوم او تكتبها سمارت هوم. هنبتدي نوريكم ازاي تعملوا الكلام ده كله بايديكم من اول البدايات لغايه الاحتراف ان شاء الله. اما لو انت عايز تعمل الكلام ده از بروفيشنال، انك تبقى عندك شركه وتاخد الموضوع ده وتركبه للناس اللي حواليك، هنعلمك ازاي تعمل الكلام ده، وهنعلمك ازاي كمان تقدر تجيب البرودكتس منين بسعر كويس، وازاي تدي سبورت للشركه للناس اللي هتركب لها. فهنعلمك بكل بساطه ازاي تبتدي شركتك اللي تركب فيها السمارت هوم. اما لو انت مهتم بالمجال حتى لو مش هتركب بنفسك بس بتتعامل مع شركات السمارت هوم كتير، هنوريك ازاي تقدر تتعامل مع الشركات دي وتختار بينهم ازاي، وتختار بين البراندات المختلفه ازاي، وتختار بين التكنولوجي المختلفه ازاي. اما الطلبه بالنسبه لنا في لهم قصه مختلفه، هنعلمكم كمان ازاي تخش في مجال السمارت هوم وتختار الكارير بتاعك في السمارت هوم ازاي. هنعمل لقاءات ان شاء الله مع ناس لايف ونحطها على محطه عندنا، يعلمكم كمان مش ازاي تشتغل تكنيكال في السمارت هوم، ازاي تختار الكارير بتاعك في شركات السمارت هوم بطريقه كويسه ان شاء الله. المحطه دي كمان هنخليها ان شاء الله فيها الفيديوز بالعربي والانجليزي. احنا بنتارجت ان شاء الله ان احنا نقدر نتكلم مع الناس في العالم العربي كلهم، سواء بيتكلموا عربي او انجليزي، او حتى لو اللهجه العربي المصري بتاعتنا مش هيفهموها قوي بسرعه زي اخواننا في الجزائر او جايز في المغرب. هنعمل كمان فيديوهات ثانيه بالانجليزي ان شاء الله، بحيث جايز يفهموا اللهجه الانجليزي اكتر من اللهجه العربي. ده مجال السمارت هوم، تابعنا على السوشيال ميديا سواء كانت فيسبوك، انستجرام، لينكد ان، او يوتيوب، او تليجرام. ولو عندك اي سؤال احنا نحب نسمع منكم ونحاول نجاوب عليه ان شاء الله في المحطه بتاعتنا، ونتقابل ان شاء الله فيديوهات تانيه كتير. سلام عليكم.